أحب أقول حق المرأة أنها تساند أختها المرأة في تمكينها بالمجتمع، ويدا بيد نحو مستقبل زاهر إن شاء الله بالنسبة للمرأة. مؤتمرنا جدا راح يكون مميز، قمتنا قمة عالمية، في وفود من برا، وأنا لي كان الشرف خدمتهم في اللجنة الاجتماعية والرحلات، ومن خلال تواصلي وياهم طبعا صرت وايد قريبة منهم، فعرفت كل واحدة فيهم، وما شاء الله مناصب عالمية جاي لنا وفود من برا عشان يساعدونا في التمكين، ويساعدونا يدا بيد نحو تمكين المرأة. اليوم رحنا حديقة الشهيد، وكانت محاضرة جدا ممتعة بوجود المهندسة المصممة للحديقة، وإن شاء الله بكرة راح نكون باتجاه إلى البوتانيك جاردن اللي بقصر بيان، راح ناخذ الوفود هناك، بعدين راح يكون في لايف كوكينج على البحر مع الشيف جميلة اللنقاوي. فيعني حبينا أن نغير الجو شوية، وإن شاء الله يوم الأربعاء راح يكون في عندنا رحلة لمتاحف الكويت والبيوت اللي تحولت إلى متاحف، وراح نعرفهم على التاريخ الكويتي عدل أكثر، بالإضافة إلى الجولة السياحية في معالم الكويت اللي راح يقعدون بالباص إن شاء الله وراح يشوفون معالم الكويت كلها. إحنا كان عندنا على أساس أنه بنوريهم التراث أكثر، فيبنا فرقة شعبية قدمت لهم فقرة العروس اللي الجلوة اللي هو يعتبر من التراث الكويتي القديم، وأتحفونا طبعا بطرب من الأيام القديمة طبعا، وكان عندنا فقرة لمدرسة لولو الربيعة رقصوا فيها البنات واستانسوا على الأغنية الأكثر شهرة اللي طلعت أيام تكريم الشيخ صباح الأحمد كقائد للإنسانية، وما شاء الله عليهم بدعوا، وإن شاء الله في تكريم. يعني إحنا حبينا أن يكون اليوم تواصل أكثر من كونه رسمي، فعشان كذي خلينا الناس تعيش التراث بنفسها، يعيشون الجو الكويتي. أكيد أكيد إحنا هالسنة سوينا شيء وايد مختلف. أول شيء خذينا الموافقة من اليونسكو على أساس أن نقيم يوم المرأة العالمي بالكويت، لأن هي كل مرة مؤتمر عادي باليونسكو في فرنسا يروحون اللقاء وعادي، يعني اللهم congratulations على قولتهم أنهم يعني يهنون بعض ويطلعون، يعني يكون في ورقة عمل وشيء. هالسنة لا غير، خليناها قمة في وفود، في وفود جتنا من برا طبعا، هم كل سنه هم يشاركون عالميا، هذول طبعا الوفود هم رؤساء الجمعيات الخيريه، الجمعيات المهندسين في جميع اركان العالم. انزين، ف سوينا لهم قمة على أساس أنه يصير في برنامج لتمكين المرأة، وراح نخرج بتوصيات إن شاء الله. التوصيات هذه راح تكون ناخذها عالميا وفعلا نطبقها، يعني ما راح يكون قمة عادية مثلها أي قمة، لا راح يكون فيها توصيات، وراح تتابع لجنة التوصيات بالوصول إلى صوت المرأة الكويتية وصوت المرأة بالعالم كله. تقريبا المشاكل بالعالم كله متشابهة إلى حد ما، ما عدا يعني الدول المتطورة طبعا المرأة عندهم متمكنة أكثر، بس الدول العربية تقريبا عندها نفس المشاكل، فإن شاء الله راح نحاول نحل هذه المشاكل عن طريق هذه القمة. نعم إحنا القوانين موجودة لكنها قد تكون غير مفعلة أو محاربة من قبل المجتمع، يعني مثلا التصويت عندنا كمثال، الدولة ما قصرت عطتنا حقوقنا السياسية، لكن تلقى الانتخاب المرأة للمرأة جدا ضعيف. شيء ثاني، لما تمسك المنصب كمرأة قائدة تلقى عندها كل المؤهلات أنها تقود وتدير، لكنها صعب أنها تتعامل مع مرأة ثانية تكون هي رئيستها، يعني كرئيس ومرؤوس. فهذه مشكلة من المشاكل اللي جدا نواجهها بالوطن العربي بشكل عام، لكن كقوانين الحمد لله ولله الحمد الكويت فيها القوانين اللي أنصفت فيها المرأة فعلا، لكن نحتاج تطبيق أكثر، نحتاج أن نحط الأسس لتطبيقها، نحط الآلية لتطبيقها، ونعطي كل ذي حق حقه.